السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم محمد البسيمي في معرض E3 مايكروسوفت، وراح نجرب فورزا هورايزن 4 الجزء الرابع من أفضل لعبة سيارات، يعتبرها الكثير من أفضل لعبة سيارات. أنا بأخذ البورشة، خلونا نبدأ. طبعا أنا قاعد أصور لكم تصويري هذا عن طريق جوال هواوي B20 برو، فيلا خلونا نجرب فورزا وحكي لكم الإضافات الجديدة الرهيبة اللي حطها فريق تطوير في اللعبة. طبعا أولها هي المواسم الأربعة. طبعا اللعبة وين؟ كل جزء من فورزا يكون في دولة مختلفة، كل مرة يروحون دولة. آخر جزء فورزا هورايزن 3 كان في استراليا، استراليا بلد جميل جدا، اللعبة كانت طالعة رهيبة، العوالم رهيبة. السنة دي اللعبة تركز على المواسم، المواسم معناتها صيف خريف، الحين احنا الخريف أوتوم، أنا ببدأ بالخريف، هنا بداية اللعبة تكون. الحين بخلوني أسوق على طول، دخلوني الجو. هذا الديمو حق E3. اللعبة وين؟ عشان تطلع لك المواسم بشكل حلو لازم يكون بلد فيه المواسم تطلع بشكل جميل، سواء الخريف، الشتاء، الصيف. فنتكلم عن ايش؟ نتكلم عن بريطانيا. اوه جبت العيد شوي، معليش توني بادي العب. فبريطانيا المواسم الأربعة فيها جميلة جدا، سواء نتكلم عن الصيف، نتكلم عن الخريف، نتكلم عن الشتاء، والبلد نفسه جميل يعني، فهذا شيء يساعد. ف كيف يقول فريق التطوير؟ يقول انه اللعبه كل ما يتغير الجو عليك، كل ما تتغير السواقه تماما، يتغير اللعب، تتغير اشياء كثيره. تعرفون في رطوبه احيانا، احيانا يكون في مطر، احيانا يكون في ثلج. ياس ثلج، اللعبه فيها ثلج، فشيء رهيب. الحين احنا طبعا في الديمو هذا راح نوريكم جزء من الاشياء الموجوده في اللعبه، وزي ما قلنا البدايه مع الخريف. اللي يخلي فورزا رهيبه ان العالم متكامل، العالم مفتوح على بعضه، كيفك يقعد السوق في المكان اللي تبيه، شوف غرفان مرات قدامي. فاصحابك اللي يلعبون معاك، يعني لما تدخل وتلقى واحد اسمه مدري ايش اكس اكس دبليو مدري مين قاعد يمشي قدامك ولا خش عليك في الخط، هذا انسان فعلي قاعد يلعب معاك اللعبه. يعني احنا كنا نتكلم عن لعبه اونلاين كبيره لكن سيارات، فشيء رهيب مره. طبعا الرهيب في فورزا بعد تنوع السيارات، يعني في انواع سيارات كثيره. تشوفون التراك اللي قدامي هذا، واحد من الاشياء الرهيبه اللي صارت في اللعبه اللي شفناها في المعرض، اوه قلبنا شتاء، الحين شتاء، شوفوا وينتر، الجو تغير تماما، الدنيا صارت بيضة، قام ينزل ثلج، شوفوا الاثار على القزاز، اوه بنصب فوق الثلج، بنصب فوق الثلج، بنصب فوق الثلج، وين سيارتي؟ اوه تغيرت السياره، والله جامده السياره. اوكي طبعا فوق الثلج معناته الدنيا تزلق، الدنيا تزلق، اوه هنا في نار. طيب زي ما قلنا الناس تلعب معاك اونلاين، يعني انت تخش تلقى ناس ثانيين قاعدين يلعبون معاك، يتدخلون في اللعب حقك، يدخلون معاك على الخط. هنا بفورزا بكيفك، سوق سوق مكان ما تبي، اطلع من الخط ما حد يقول لك لا. والله شتا شيء، والله شتا شيء. السياره ثقيله 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 من جد، يمكن عشان الثلج اللي على الطريق، وهي سيارتي ثقيله بعد تحس انها تناسب الثلج. مؤثرات الجرافيكس رهيبه رهيبه مره مره. طبعا ديمو اللعبه بيخليني امر على الفصول الاربعه، بدينا بالخريف، الحين احنا في الشتاء وبنمر على الفصلين الباقيين اللي هم الربيع والصيف. ايوه افا، هذه احلى لحظه عاد تاخذون مني التحكم. وقلبنا وصلنا الربيع الحين. طبعا هم مسوين اللعبه كذا في ديمو حق E3 عشان الناس اللي جايه تجرب اللعبه بسرعه يمديها تشوف الفصول الاربعه. هل هذا الشيء بيكون موجود في اللعبه؟ تقدر تلعب مود يعني يخليك تغير بين الفصول الاربعه؟ ما ادري. اوه معي دبابات، والدبابات قاعد تطلع من وراها دخان، كل واحد لون مختلف. رايق الربيع رايق، تشوف الورد حولك وكل شيء. طيحت الشجر، طيحت، يستاهل، ليش يوقف طريقي؟ يا سلام. بالامانه فورزا لعبه رهيبه لانها ما هي لعبه محاكاه، ما هي لعبه احتراف، مو احترافيه، فيها احتراف اكيد، لكن ما هي لعبه موجهه للمحبين السباقات، لعبه موجهه للي بس بيسوق ويستانس، يسوي النقزات العاليه ذي، يشوف العوالم الرهيبه اللي حوله، يسوق في مناطق جبليه، مناطق فيها بحر، فيها انهار، فيها برك، يعني شيء رهيب، شيء رهيب. لعبه سيارات الكل.
احد شاف السياره البرمائيه اللي طلعت في التريلر؟ هذيك من جد بدي اسوقها. تخيل برمائيه. خلاص حطوا هم كل انواع السيارات في اللعبه، ما بقى اللي يجيبون سياره برمائيه. جميله 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 والله. الصيف، هلا بالصيف. مو صيفنا ذا حق، هذا صيف بريطانيا. صيفهم حلو يا ناس. ايوه سيارة سبور عاد. والله السرعة ترد الروح. عسى بس ما طيح لي الشارة ثانية. شفتوا كيف دخلوا علي؟ اقسم بالله شيء رهيب. طبعا هذه خاصية العادة في اللعبة. اذا جبت العيد زي ما انا سويت تكمل ترجع. تقول لا يلا كمل. تعدل وضعك. نوعا ما. كمل. أخر عن طريقي. أخر عن طريقي. يو طيارات اللي فوق. دائما في اللعبة تلقى شيء قاعد يصير. تلقى طيارات تطير فوقك، بولين في السماء، تأثيرات جوية. دائما في شيء رهيب. ما تحس إنك تسوق في مكان ممل. وهذا الفستيفال خلصنا. هذا كان ديمو اي 3، هذه كانت فورزا. يعني لعبة سيارات خطيرة، لعبة سيارات رهيبة بمعنى الكلمة، والحين خلوها ارهب بسالفة الفصول الأربعة هذه وسالفة الأونلاين والأشياء الرهيبة اللي فيها. أتمنى يكون ديمو عجبكم، أعطيتكم استعراض سريع له، وهي أول تجربة لي للعبة في المعرض، فسامحوني على السواقة إذا كانت سيئة، يعطيكم العافية، كان معكم حمد بسيمي، لا تنسونا باللايك واشتركوا بالقناة وادعمونا يا شباب عشان مستمرين معكم من معرض اي 3 نوريكم أجدد الألعاب. مع السلامة.